فرصه. احيي الاداره، اداره محترمه، محترمه جدا، عارفه شغلها، عارفه بتعمل ايه، عارفه ازاي ترضي العميل بتاعها. استاف مدرب كويس، كله بيأدي دوره بكفاءه عاليه، كله بيهمه قوي ان العميل يبقى مبسوط، كله العميل يبقى لازم يرجع تاني، فده مش متواجد في اي حته. اصحاب المكان ما دخلوش، صرفوا، انفقوا كويس قوي، ما حسوكوش في التعريفه والقرش والجنيه والعشرة جنيه، انفقوا كويس قوي، وبالتالي ما فيش ركن مش مظبوط. كميه الخضره المحترمه، حمامات السباحه، الخدمات، ما شاء الله، فندق A1. انا بنزل في كل فنادق العالم، امريكا، فرنسا، الصين، روسيا، ما فوتش دوله من دول العالم. انما لابد ان انا اشيد بالستاف اولا، الستاف هو اللي بيصنع المكان، هو اللي بيخلي المكان قيمه. لازم اشكر الاداره، لازم اشكر الستاف، لازم اشكر الاونر، واقول لهم يا رب دايما في التفوق، ويا رب كل يوم احسن من يوم الاخر. شكرا. دكتور رشاد عبده، استاذ الاقتصاد والتمويل، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه.